الكبير مهرجان سمو سيدي أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. أشواطنا مستمرة وزملائي في فريق العمل يتواصلون وشجاع العتيبي يتواصل بثالث الأشواط. شكرا مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، في المهرجان السنوي الكبير لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. انطلق أيها الحفل الكريم على بركة الله وتوفيقه. شوط الشلفة، الشلفة الفضية للحقائق الانتاج. انطلقت نخبة الانتاج ونخبة السلالات على ارضية هذا الميدان في هذا المساء المرتقب في هذا المهرجان الغالي. اتقدم مع المركز الاول الصدارة والانطلاق الاول. هنا شعارك يا الزبداني مع غرياف، غرياف مع المركز الاول بشعار يا الزبداني. من تنطلق هنا بشعار فهيد بن سالم بن فهيد الزبداني ينطلق مع غرياف. المركز الثاني صايد الرموز، صايد الرموز وشعاره يقدم لنا العبور ومنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. ينطلق شعار صايد الرموز مع المركز الثاني مقدما لنا العبور مع ثاني التحديات. النقلة إلى المركز الثالث، الوصول من مداهمة وسيف بن عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري وابناء الإمارات العربية المتحدة. نرحب بجميع الضيوف، نرحب بالجميع في ميدان الجميع. هنا تنطلق بشعار بن ذيبان على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات والقدوم من صروح محمد بن خليفة بن راشد المهيري يقدم لنا صروح مع رابع الأسماء. المركز الخامس وصلت وتقدمت هنا الداودية، الداودية مع المركز الخامس زيد بن راشد بن زيد بن محسن بن انديلة يقدم لنا الداودية مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة. متابعينا مشاهدينا في كل مكان لنخبة الأسماء الكبيرة المندفعة في دائرة النداء، الباحثة عن الشلفة الغالية، الباحثة عن الناموس في هذا المساء مع هذه الشعارات ومع هذه الأسماء الباحثة، الباحثة والطامعة بالنصر بالشلفة، الشلفة بالانتظار، شلفة الإنتاج. العودة إلى شعار بن ذيبان يقدم لنا انطلاقة صروح مع المركز الأول. صروح أو مداهمة سيف بن عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري يقدم لنا مداهمة مع المركز الأول. المركز الثاني صروح محمد بن خليفة بن راشد المهيري. المركز الثالث بهجة سعد بن سالم بن حمد الهول النعيمي يقدم لنا بهجة وأبناء التحدي وأبناء الشحانية. ولكن وصل العجمي، وصل العجمي مع خزامه، خزامه يا طالب، طالب بن سعود بن ناصر الفهادي العجمي ابناء ميدان الشهيد ابناء دولة الكويت. ولكن وصلت وتقدمت هنا وحيشه بيشان بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يقدم لنا وحيشه مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت
هنا الضبية مسلم بن بخيت بن ناصر النوبي العامري، ولكن أعود إلى صروح، أعود إلى صروح، صروح مع الشلفة، الشلفة مع صروح، انطلقت صروح نحو الشلفة، نحو الشلفة، نحو شلفة الإنتاج. يا سلام محمد بن خليفة المهيري، ولكن بن بيشان، بن بيشان يقدم لنا وحيشة، وحيشة، وبن قطامي قادم مع مسمية مع المركز الثالث، الفهادي مع المركز الرابع، ولكن صروح، صروح وحيشة، صروح وحيشة، الشلفة بالانتظار، الشلفة بالانتظار، ولكن النوبي، النوبي قادم مع المركز الثاني. هنا العامري يقدم لنا انطلاقة الضبية، ولكن وحيشة أبناء المملكة، أبناء المملكة العربية السعودية ينطلقون مع شعار بن بيشان مقدما لنا وحيشة. أحد ممثلين أبناء المملكة يتقدم، بيشان بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي مع وحيشة، وحيشة، الشلفة إلى أبناء المملكة، الشلفة مع العجمي، تهانينا والناموس لمالك وحيشة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني زعزعة حمد بن سيف بن فالح الشامسي، المركز الثالث، المركز الثالث صروح محمد بن خليفة المهيري، المركز الرابع، المركز الرابع مسمية سعود مسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي، والمركز الخامس، المركز الخامس الضبية مسلم بن بخيت بن ناصر النوبي العامري. إذا متابعينا، مشاهدينا، مستمعينا الكرام في كل مكان، تهانينا والناموس إلى مالك وحيشة بيشان بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، من ذهب بالسلامات وعبر بالشلفة إلى أبناء المملكة العربية السعودية مع هذا الفوز ومع هذا الانتصار المشرف في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. هنا أوحيشة من اختطفت شلفة الإنتاج والمنتجين بهذا الشعار الكبير، بشعار بن بيشان. تهانينا والف مبروك لمالك وحيشة بيشان بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. 5 دقائق 48 ثانية، 88 جزء من الثانية. تهانينا إلى مالك وحيشة بيشان بن محمد بن بيشان العجمي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المشرف. المركز الثاني زعزعة بشعار حمد بن سيف بن فالح الشامسي. 5 دقائق 49 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا إلى مالك زعزعة، من فاجأتنا في الأمتار الأخيرة، حمد بن سيف بن فالح الشامسي. المركز الثالث كانت صروح حمد بن خليفة بن راشد المهيري. 5 دقائق 49 ثانية، 58 جزءا من الثانية. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين، تهنئة لمالك وحمد.